اقل ما يمكن فعله ان يحرق بروفيسور من احد اكاديمي العراق شهاداته العليا كتعبير عن حال بلاد الرافدين الذي صدر للعالم كبار العلماء واميز الخريجين اما النار التي اكلت واقع الجامعات في البلاد والتي اخرجتها من تصنيفات عالميه اشعلها المتاجرون في العلم والتعليم الى ان وصلت ظاهره بيع الاطروحات الجامعيه في المتاجر والاسواق امام العلن وفي خطوة هي الأولى من نوعها، كشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في البرلمان عن تنفيذ أوامر اعتقال من قبل جهاز الأمن الوطني، طالت مكاتب تعمل على كتابة وبيع الأبحاث والأطروحات الجامعية في بغداد ومحافظات عدة. وخلال السنوات الأخيرة نشطت في العراق ظاهرة بيع وكتابة الرسائل والأطروحات والأبحاث الجامعية. إذ تعمل مكتبات معينة بالتعاون مع متخصصين على كتابة تلك الدراسات في مقابل مبالغ مالية. وقد اعتمد الكثير من الطلاب في المراحل الأولية والدراسات العليا على تلك المكتبات للحصول على بحوث جاهزة. أكاديميون حذروا من وجود تلك المكاتب التجارية التي أضعف روادها وتجارها العملية التعليمية وضربوا رصانة التعليم عرض الحائط. صفعه على وجه التعليم العراقي العالي تبدد امال بناء مستقبل عراقي يتركز على سيرته التاريخيه في صناعه الاجيال وتاريخ الجامعات العراقيه سيما مع تاكيد اصحاب مكتبات بوجود اساتذه يعملون بكتابه ابحاث لتخصصات مختلفه مقابل مبالغ ماليه يبيعون اطروحات للماجستير والدكتوراه باسعار تتراوح بحسب التخصصات من خمسه ملايين الى عشره ملايين دينار